الحمد لله، يعني ادينا مباراة كويسة جدا في ظل احنا بنلعب فريق قوي وعامل طموح مركز رابع خامس سادس، عاملين لائحة، عندهم لاعبين محترفين، عندهم استقرار فني، استقرار اداري، استقرار مادي، عملوا موسم سيزون كويس كان طموحهم. انما احنا النهاردة كنا الاحسن، كنا الافضل في استحواذنا. كان في بعض من الاخطاء وارد جدا جدا، انما الاسماعيلي النهارده في ظل المنافس لينا وفي ظل ان احنا محتاجين المباراه وفي ظل طبعا ان في حاجات اثرت على الجيم سواء في الشوط الاول او في الشوط الثاني، يعني هي حاجات تحكيميه، يعني انا مش هتسرع واقوله كده، انما الامور واضحه للجميع جدا جدا جدا. وانا عايز اقول ان كابتن محمد يوسف تاريخه معانا كاسماعيلي، انا مش عارف هل هو واخد موقف شخصي من الاسماعيلي ولا واقف موقف شخصي من النادي او من جماهير النادي او كده، ما اعرفش بصراحه. حكم لنا 6 مباريات في تاريخه لم نفز في مباراه واحده، كل المباريات كلها هزائم ومباراتين تعادل، النهارده هي المباراه الثانيه التعادل. فانا مش عارف ليه، يعني في احنا بنطلب حق شرعي ان هو يشوف في الفار بس، مش اكتر من كده. شايف ان النهارده هي نقطه بقاء الاسماعيلي في الدوري العام؟ لا، انا شايف ان مش نقطه بقاء، احنا بنسعى الاسماعيلي نادي كبير، ان نقطه بقاء لا، بس الموسم ده بالنسبه للاسماعيلي موسم استثنائي، هتدينا بوش وثقه اننا هناخد مركز ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله. قول لي ازاي يا كابتن حمزه، ازاي قدرت ترجع اللعيبه للاداء اللي ادوا بيه بعد التوقف اللي استمر لمده 17 دقيقه؟ طبعا احنا لعيبتنا يعني الحمد لله عندنا لاعبين الحمد لله متماسكين وكلمناهم وانهم خلاص، يعني الموضوع خلاص احنا مش هننسحب او كده، احنا هنأدي المباراه بقوه وبعزم، وكانت الدوافع عندنا اعلى الحمد لله، وتغييراتنا الحمد لله كلها كانت واقعيه بعد جهد كبير اتبذل داخل الملعب. فانا شايف اللاعبين لازم اشكرهم جدا جدا جدا، بذلوا جهد عالي جدا، جهد بدني، جهد فني، في ظل احنا عندنا برضو غيابات، يعني احنا عندنا قوه كبيره، يعني محمد فوزي حارس المرمى عامل غضروف، عندنا قوه كبيره هجوميه، عبد الرحمن نجدي حديث عن حراسه المرمى احمد عادل عايزين نطمن عليه، خاصه انه تم استبداله ما بين شوطي هذا اللقاء. احمد عادل عمل خد كدمه قويه في الاماميه، وكوكو نزل ادى دوره، وان شاء الله باذن الله يتعافى ويرجع ان شاء الله باذن الله، ومحمد فوزي يرجع، وفي انتظار ان شاء الله عبد الرحمن مجدي القوه الكبيره بتاعتنا ان شاء الله باذن الله، يعني مع التلت الهجومي. انا شايف يعني النهارده ادينا بشكل كويس جدا، احنا بنلعب فرقه قويه جدا 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 يعني، وعملنا نتائج على اعلى مستوى.